www.sharialfan.com. هاي معكم انور نور، احنا هلا موجودين بجرس كوب اف ام لحتى كرمال الانترفيو مع نيكولا بتشارت اوف ذا تشارتس. ما تنسوا تسمعوها. تحيه لكل قراء شارع الفن. ثانك يو. رجعنا على الهواء مباشرة مع النجم أنور نور. طوشناك بالدعايات؟ بالعكس. تحب الدعايات؟ لا بس ما انطوشت. لما تحضر تي في بتبرم الدعايات إذا في أو بتاخذ فكرة، في منهم بيحبوا الدعايات بياخذوا فكرة بيعملوا إيه مش حسب شو فيك تعمل شوبينج، شو فيك تشتري برودكتس جداد نازلة. 100% بدنا ننتقل أنا هيك شوي للفانز، كيف علاقتك مع الفانز؟ تمام عصر تويتر هلا كثير، كيف علاقتك بفيسبوك؟ خلينا هيك ناخذها بال بال مثل ما بنحكي، بتطوت للفنانين؟ بتطوت لهم؟ فروم تايم تو تايم. ومين بيعمل لك تويتس؟ انا بعمل. لا مين بيعمل لك تويتس من الفنانين؟ مين بيرد عليك؟ فنانين فكرت للفانز عم تقول لي فنانين هيدي فيها يعني اللي عنده عمل جديد نزل عمل جديد بارك له. في شي عمل عجبك كان عنده حفله ناجحه بارك له كذا هيك اشياء. طب انور مرقت بمراحل كثير بحياتك بالمراحل الفنيه، يعني من وقت ما طلعت بالسجل فن لهلا شو الصعوبات؟ يعني السؤال شوي معلش شخصي، شو في شيء هيك عرقل؟ ما في ما حدا ما بيواجه ما بيطلع له عرقلات؟ لا اكيد في، ما حدا ما بيطلع له حواجز اكيد، واذا كانت الطريق كثير سهله ما بتنبسط. يعني الواحد وقت اللي بيتعذب بيبسط. هي المشاكل اللي بتحليها 100% في اكشن اكيد. يعني اكيد بيكون الصعوبات الاساسيه هي انه الواحد يضله يلاقي نجاح اكثر من النجاح اللي هو كان فيه قبل، وكل نجاح بيعمله بتحط عليه مسؤولية أكتر لحتى ينجح أكتر يعني. بس إجمالاً يعني هاي هي قصة المسؤولية، يعني اللي هي بتزيد يعني، واللي بيعرق الطريق يعني الواحد هاي هي إجمالاً. هذا بقول لك إياه. حطينا لك الميوزك تبعك رهينة هيك تعشك الجو شوي. جو شو؟ جو هيك الدراما. أنور شوي